انضم إلينا من جدة الكاتب الصحفي محمد الساعد. أهلا فيك معنا أستاذ محمد. ما رأيك في الاستياء الكويتي والطلب من وزارة الخارجية السعودية؟ أنا الحقيقة أول ما قرأت الخبر توقعت أنه من الأخبار الطريفة التي يعني تنشرها الصحافة الكويتية بين حين وآخر. فالحقيقة أن الإساءات التي يعني وجهت للمملكة وقيادتها ومواقفها وعلاقاتها من مغردين كويتيين وأيضا محسوبين على 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 سياسيين كويتيين كانت يعني كبيرة وبالغة ومسيئة جدا وغير محتملة. ومع ذلك استطاع الشارع السعودي والمغرد السعودي أن يضبط نفسه ولا يتعامل معها بنفس الحدة، بل أن القنوات الرسمية السعودية استخدمت القانون الكويتي في محاولة لإيقاف مثل تلك الإساءات من خلال الشكاوى التي قادتها السفارة السعودية يعني تجاه بعض المغردين وبعض المسيئين. فيعني للأمانة يعني لا يمكن التعامل مع هذا الخبر إلا باعتباره يعني خبرا طريفا أكثر منه خبر جاد. نعم، طيب يعني كأني بفهم من كلامك أنك بتقول أستاذ محمد أنه يعني في تناقض. إذا فعلا هذا اللي كنت بتقصده، هذا التناقض كيف نقدر نفسره؟ يعني ما أعتقد أن هناك تفسير، هو بالتأكيد هناك تناقض. يعني بالفعل إذا عدنا لأخذ الموقف يعني بنظرة أكثر جدية، لا شك أن الإساءات البالغة التي يعني تعمدها المغردون ومحللون ومن يصفون أنفسهم باعتبارهم لديهم مراكز أبحاث ودراسات استراتيجية في الكويت كانت بالغة جدا وأساءت للمملكة العربية السعودية ولقياداتها دون الحقيقة يعني احترام حتى للحد الأدنى من العلاقة الأخوية بين دولتين شقيقتين، بل أن بعضهم كان يعني يتدخل في الشأن السعودي وبشكل يعني خشن جدا حتى في مواقف سعودية ليس لها علاقة بالموقف الخليجي. يعني عندما كانت السعودية تتخذ موقفا مثلا في علاقاتها مع ألمانيا أو مع كندا، كان مغردون يعني أو مع تركيا كان مغردون كويتيون يأخذون مواقف سيئة جدا ويأخذون المواقف السعودية يعني بكثير من اللوم ويسيئون إليها وإلى قيادتها ويلمحون إلى أن أنها يعني مواقف لا تخدم القضية السعودية وهم ليس لهم شأن في الموقف السعودي. أيضا حتى في الممارسات الاجتماعية السعودية في الحفلات الفنية، فما يصدف أن يحصل في بعض المواقف داخل الشارع السعودي نجد أن المغرد الكويتي دائما ما يأخذ منها موقفا خشنا وموقفا سيئا جدا. وهذا الحقيقة قد يكون أثار بعض المغردين السعوديين الذين ربما أنهم يعني وقف اتجاه تلك التغريدات وتلك الإساءات. ولكن أيضا في المقابل يعني المغرد السعودي يقول لماذا يعني عندما تقوم النيابة العامة الكويتية بناء على شكوى مقدمة من السعودية باستدعاء أحد المغردين أو أحد المحللين السياسيين أو أحد الكتاب بلد الكويت، نجد أنه يعني حتى أنه هو يعني يقول بتغريداته بأنه يعني مجرد هي سأذهب سأجد من يعني يتفهمني وسأخرج وسأعود مرة أخرى. وهذا ما قاله نصر الدويلة بالذات، يعني قال أكثر من مرة أنني سأذهب وسأعود وسأقول أكثر مما مضى. والحقيقة أنه كان ليس يسيء إلى السياسات بقدر ما كان يسيء أيضا للقيادة السعودية، وهذا غير محتمل. الشارع السعودي لا يمكن أن يقبل أن تكون هناك إساءة لقيادته السياسية ويصمت عنها. إذا كان يعني صمت الإعلام نتيجة العلاقات الأخوية، فأيضا المغرد الغير محسوب على أحد ربما أنه أحيانا لا يمكن أن يتم ضبطه أو يتحمل ما يثيره تجاه بلده وتجاه وطنه وتجاه قيادته. بعض سريعا استاذ محمد، بعض الناس كانوا بيقولوا انه على تويتر خصوصا انه وكانه في كثير مواقف اتضحت بعد ازمه قطر، يعني في كثير مواقف في اراء بعض المغردين الكويتيين اتضحت بعد هذه الازمه، هل تتفق مع هذا الراي وهل تشعر انه ايضا مرتبط بما نتحدث عنه اليوم؟
يعني إلى حد ما، إلى حد ما نعم. لا شك أن هناك ترسبات، يعني لا زلت أتذكر قضايا أيضا حصلت يعني بين الإعلام أو إعلاميين سعوديين وكويتيين في التسعينات ميلادية، وكان أبرزها يعني مقالات نشرت في مطبوعات سعودية وكويتية، لعل من أشهرها مقال إن نسيتم فلن ننسى، ويعني أيضا اليوم المغرد السعودي يقول إن نسيتم فلن ننسى. يعني هناك إساءات يعني كبيرة تجاه القيادة السعودية بدأت الحقيقة بعد الأزمة القطرية، وربما نحسب أن تلك الإساءات لمغردين أو ربما لأشخاص محسوبين على السياسة القطرية ينتمون إيديولوجيا لنفس التنظيم الذي تؤيده وتدعمه قطر. ويجب أن نتذكر أن سمو الشيخ صباح حفظه الله الحقيقة هو من يقود هذه الوساطة بين دول الأربعة المقاطعة وقطر، وهو الذي يبذل جهودا كبيرة. والحقيقة حتى أتذكر أن لديه لسمو الشيخ حفظه الله تصريح مهم قال أنه هو يشتكي والكويت تشتكي من الإساءات التي تعرضت لها الكويت من الصحافة والإعلام المحسوب على قطر، وأيضا على المغردين الذين لبوا أو استجابوا لتلك التحريضات القطرية وخرجوا إلى الشارع الكويتي. نعم. والحقيقة أساءوا إلى الشيخ صباح حفظه الله وأساءوا إلى القيادة الكويتية. يعني هذا الحقيقة يعني جزء من الذي يجب أن نتذكره. أيضا القضاء الكويتي يجب أن لا ننسى أنه قضاء يعني الحقيقة كلنا يعني نعول عليه ونعتقد أنه قضاء نزيه وقادر على التصدي لتلك الإساءات التي يعني تطال القيادة السعودية، ولا يجب الحقيقة التعامل معها تعامل يعني لطيف ويتم ويخرج أو يقوم يعني بعضهم بالاستهزاء بتلك الاستدعاءات والمواقف القضائية. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من جدة الكاتب الصحفي محمد السعد، شكرا لك.